حياكم الله في قرية الوطن بمركز وسانب محافظة رجال المع. سبع أخوان بدأنا في المشروع هذا، اثنين عيال عم ولد أختي. بدأنا في المشروع إنشاء البيت القديم هذا وترميمه، والحمد لله بدأنا في المتحف وانتهينا من المجالس اللي تشوفونها والموقع كامل. قمنا بالترميم من المنزل في شهر 2 من 1442 هذه السنة، وقد شرفنا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ضمن زيارات لمحافظة رجال المع، وقد وعدنا بالتشريف والزيارة لنا مرة ثانية وإقامة أول اجتماع له في المنطقة عندنا في هذا المنزل. وقمنا بالتقديم على ريادة للدعم، وبإذن الواحد الأحد متى ما وصل الدعم سوف يستمر العمل للمقهى وتجهيز جميع الأمور التي تخصه. طبعا عندك هنا المطحنة، وعندك يا طول عمر الرحى حقة الحب، وذا عندك الدبية اللبن، عندك التريك ذا، وعندك يا طول عمر الزنبيل، عندك الهندول، وطبعا المتحف ما اكتمل باقي. وطبعا بعض الأغراض حقة المتحف صراحة اللي وفرها لنا بعض الأمهات من القرية.